السلام عليكم خوتي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم اش غنقول لكم؟ فين ما كنت انا طالع لي الدم كنجي لهنا، كنجي لهاد المغازا فيها الورد، فيها هادوك الحيوانات الصغيورين، كاين فيهم كل شيء، الحوت. يلا تابعوا معايا غادي نوريكم. نحاول، راكم عارفين خوتي ما تتقديش تصوري الناس، كنحاول نشد ليكم غير شويه شويه. المهم والله بلاش، تابعوا معايا غادي نوريكم. هنا راه الورد حمر تبارك الله، والالوان على الاشكال. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ينال الاعجاب ديالكم. انا غير دويره وقلت نشاركها معكم. وبالنسبه للعيالات اللي يتقلقوا هكا مره في السيمانه ولا مره في 10 ايام، بنادم يمشي بحال هذا الماكز كيبدل شويه، كيخضر عويناته ويدخل ناشط، صافي كينسى داك المشاكل، وكينسى داك الشيء مع الدراري. راكم عارفين الشكاوي، ماما دار لي هذا، ماما قرصني، ماما. المهم كنتمنوا ان شاء الله نفيدكم. هنا ما عرفتش اخوتي كما كيقولوا هادو بالعربيه، بوبريس ولا ما نعرف الا بقيت عاقله. وهذا واحد عمي الحنش، راه نعس وملوي. ها هو وهادو راه بصح راه مربينهم هما هنا باش كيولدو، باش كي هنا الطيور تبارك الله. شوفوا اللوينات اللي فيهم، ها الصفر، ها الاحمر، ها الخضر، ها الغوز. المهم سبحان الله العظيم كيفاش صورهم الله. وهنا دوك الحوت حتى هو. انا جبت معايا ولدي الصغير، قلت له يلا نشري لك الحوت لانه كيبغيه. وهنا راه بروموسيو، كان انورو شي حاجه ما كتشوفوا، راها دايرين له 49 سنتيم الوحيده. ومرا بروموسيون، ولي بروموسيون البنات راه غادي يبدا عندنا حنا في شهر، في هذا الشهر هذا الجاي. حنا دابا راه في شهر 12، ما بقيتش عاقله واش الاخر 12 ولا جونفي. وانا حاشاكم الفيران، راه دايرين لهم فين يلعبوا، فين ينقزوا. وهنا الحوت سبحان الله، شوفوا اللوينات كاع الصفار، هذه اللي راه فيها الكحل والبيض، هانتوما كما كتشوفوا راه اللون اللي ما عمرني انا بعدا تنهضر على راسي شتو تنشوفو هنا.